شكلت التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى نبراسا للعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة. فمع استمرار تنفيذ المشاريع التنموية في كافة القطاعات، تعمل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تسريع تنفيذ هذه المشاريع تعزيزا لتنافسية المملكة وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وياتي هذا التعامل الفطن مع تحديات الظرف الراهن كنتيجه منطقيه لجاهزيه حكومتنا الموقره بتنظيماتها الاداريه العريقه ولسياساتها المرنه والفعاله توجيهات وتوجهات تسعى للنهوض بالاقتصاد الوطني ورفض الحركة التنموية في مملكة البحرين على كافة الصعد وتحديات فرضتها جائحة كورونا لم تكن عائقا تجاه الإنجاز ومواصلة السير في العمل وفق الأطر الزمنية المحددة وذلك يأتي استرشادا بتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ونجد بأن في مقدمة أولويات العمل المقبلة التعافي السريع لاقتصادنا الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص بتبني الحلول والمبادرات المنسجمه مع متطلبات الظرف ولعوده المعدلات الايجابيه للتنميه الوطنيه وكما تطمح له رؤيه البحرين الاقتصاديه عشرين ثلاثين المسيره التنمويه الشامله بقياده جلالته حفظه الله ورعاه شهدت اولويه كبيره في تحقيق التنميه المستدامه والتنميه الحضريه المستدامه من خلال استمرار التوجيه السامي بتنفيذ المشاريع التنمويه والخدميه التي تشهدها المملكه ويعتبر حرص الحكومه الموقره برئاسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على رفع مستوى الخدمات وتحسين جودتها منعكسا على تحسين مستوى معيشه المواطنين وهو ما يصب في اتجاه تحقيق رؤيه مملكه البحرين الاقتصاديه 2030 وتعزيز تحقيق اهداف التنميه المستدامه 2030 والاجنده الحضريه الجديده وما يتحقق اليوم على ارض الواقع رغم تحديات الجائحه من خلال التطور الكبير الذي تشهده قطاعات الاسكان والبنيه التحتيه ضمن اولويه برنامج عمل الحكومه الموقره برز في مشروعين استراتيجيين فمؤخرا تم اعتماد المخطط العام لمشروع المدينه الرياضيه التي تحتوي على عناصر رياضيه وترفيهيه متعدده ومتكامله يضاف إلى ذلك مشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير والذي سيضم عشر قاعات للمعارض مجهزة بأحدث الخدمات اللازمة لاحتضان الفعاليات والمعارض العالمية ناهيك عن المشاريع التنموية المتواصلة والجاذبة للاستثمار في كافة القطاعات الحيوية في المملكة خطوات ثابتة تسير بها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى أيده الله وعمل دؤوب من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قيادة فريق البحرين لتنويع مصادر الدخل من خلال تنفيذ المشاريع التنموية في المملكة وتسريع الانتهاء منها وذلك من منطلق الحرص على تنفيذ أهداف الرؤية الاقتصادية لعام 2030